تخيل معايا تكون كدور في الزنقة معلك ما بيك، حتى يجيو عندك يقولوا لك الا درتي 150 بوش ابس تربح 1000 درهم. ولك شي نيت اللي غادي نشوفه في هذا الفيديو، هاد واحد الميكانيين اللي معروفين في يوتيوب كيخرجوا للشارع وكيبداو يديروا لي كومبيتيسيون ديال الكاليستينيكس او الفيتنس او ستريت ورك اوت، وهذا واحد من الفيديوهات ديالهم اللي غادي نتفرجوا فيه كاملين، واللي غادي يختاروا فيه هاد الدري اللي عنده 14 عام اللي غادي يقولوا ليه دير 150 بوش ابس تربح 100 دولار اللي هي تقريبا 1000 درهم مغربيه. بداو الفيديو على بركة الله. كما كتشوفوا الدري راه باقي صغير، وانتم كما كتشوفوا الناس كاملين كيتفرجوا، اجواء خيالية اللهم بارك. ما كبرناش حنا يكون عندنا هادشي في المغرب، ولكن الدراري ان شاء الله البلاناش كنفكر فيهم من القدام او غير ده. سمعوا الموتيفاسيون، يعني بنادم كيحفزو وبنادم كيتفرج، يعني عندهم ديك الشعبيه ديال لونطريم عاديه. مية وخمسين بوش ابس بالنسبه لواحد عنده 14 عام ما ساهلاش، ولكن راه غادي يتقاتل عليها. 100 دولار شنايا هما بالنسبه ليهم والو، ولكن بالنسبه لينا حنايا راه شي حاجه. شوفوا الناس كيصوروا، موتيفاسيون. كي موتيفيو فيه شنو بان لكم الدراري، نتوما غادي يكملها ولا ما يكملهاش؟ عرفتي شنو العادة؟ 150 راه ما ساهلاش. يعيا هاو جاب لي ديك 100 دولار اللي غادي يربح، كيوري لي زعما باش يتموتيفا. الو تما عندهم بحال العيد ديالنا وبحالنا التفكير ديالهم ديال المغرب. عرفتي حط لك ديك 100 دولار قدامك غتولي لها تخبط. كي موتيفيو فيه هذيك المرأة من عائلته، تقدر تكون مو ولا شي حاجة. كاين والله تكاين ما طالع ولا لاحظتوا ما عنده لا ميسك لا والو، فهمتوني يعني بنادم كيبان لكم سامبل، يعني تشوفوا تحقروا تقول هذا ما يدير حتى 10 كاين تبارك الله راه غادي. حنا نشوفوا ملي غادي يوصل ليها. وصل ليها الله يسدها. 150 بوش ابس فور 100 دولار ليتس جو. شوف شحال ديال بنادم كيتفرج. واو واو شيكاغو هاو دا الله يلعب فيا. كتنسى داك العيا وكت صافي. 150 بوش ابس اش بان لكم الدراري، كاين شي واحد فيكم يقدر يديرها؟ انا عارف كاينين الدراري مغاربه تبارك الله يقدروا يديرها.